عاشرين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده الوقت اللي نقدم لكم فقط اللي نشر الدارجية. أهمية المشاركة الحزب السياسي في تقديم الاختراعات الخاصة للدستور. والمناسبة كمان كان هيدر فوقا رئيس الوزراء الحكومة الانتقالية سالي كذاب. والمناسبة كان بقت في بالي دي كان جامعة بتفاصيل مع الزملاء من تيليشات مك. وممثلو الأحزاب السياسية يبحثون عن التوافق السياسي الذي هو الطريق الوحيد لبناء جاد قوية. فلقاء الأمس التشاوري بين رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزابو ومختلف الفاعلين السياسيين بالبلاد ما هو إلا آلية مهمة ومؤثرة في إدارة المرحلة الانتقالية من مبدأ وأمركم شورى بينكم. فإعادة بناء جاد الجديدة يستدعي وقوف أبنائها وقفة رجل واحد، وذلك ما أوضحه أيضا رئيس الوزراء صالح كبزابو خلال هذا اللقاء الذي أشار فيه إلى أن ضمان مناخ سياسي سلمي بهدف العودة السريعة إلى النظام الدستوري من خلال أول انتخابات حرة وشفافة في بلادنا لتسييد ذلك لا بد من تنظيم استفتاء في هذا العام، والذي سيكون تعبيرا سياديا عن إرادة جميع التشادين، آملا أن يؤدي هذا التشاور بين الأحزاب السياسية إلى إنشاء هيئة سياسية مقبولة من الجميع وممثلة لجميع التيارات والقوى السياسية في بلادنا. نجح الحوار الوطني الشامل والسيادي وتبقى أن يؤم الوفاق السياسي، وذلك لا يتأتى إلا بمثل هذه اللقاءات التي ستمهد بلا شك إلى توحيد وجهات النظر وحسم المواضيع السياسية كإنشاء إطار جديد للحوار السياسي على غرار الإطار الوطني للحوار السياسي، وكذا دراسة تكوين هياكل هذا الكيان وتنظيم الاستفتاء حول الدستور وغيرها من المواضيع. ويأتي هذا اللقاء عقب الاجتماع الذي جمع الرئيس الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي تنو بالقادة السياسيين في أواخر شهر يناير المنصرم، وكل هذا يترجم مدى اهتمام السلطات العليا للبلاد بتنفيذ ومتابعة مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي. أساسياسيون بيت النجاة كان فوق واحد مغازا عن البرودي لوكو. المناسبة كان بقت في كارتي مرسل. تفاصيل مع إدريس إسماعيل عمد. افتتحت صباح اليوم جمعية بيت النجاة الواقعة في شارع مبيلي من دارا في حي مرسال بالدائرة السادسة متجرا لبيع المنتجات المحلية ومكونات ومستحضرات التجميل والآلات والتعبئة والتغليف. في بداية المناسبة تحدث السيد محي الدين صلاح بصفته أحد المؤسسين بجمعية بيت النجاة عن الإنجازات والأهداف والمواقف التي أدت بهم إلى تأسيس هذه الجمعية، وقال بأنه ساهم في إنجاح ثلاث مشاريع من ضمنها بيت النجاة الذي ساهم في مساعدة تتويج وإنجاح المشاريع الصغيرة بالنسبة للشباب، ومن جانبه تم عرض جميع المستلزمات والمواد وتلقى المتجر إقبالا كبيرا من قبل الزوار في أول أيامه. في نهاية المناسبة تم أخذ صورة تذكارية مع جميع أعضاء الجمعية والشركاء لهذه الجمعية. الأراضي محمد السليك حالاته كان صوب بيان كان حجة فيما يخص الحملة عن الريسانسيما اللي كان قم فوقها في أشهر قومين عن الأصمع نتابعي جزء من كلام بتابعي. لنخبر الرائي اللي يشهد على نشاطات وزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن. أشكر أولا الصحفيين الذين قاموا بمرافقتنا الأسبوع الماضي عندما قمنا بحملة عملية إحصاء الساحات الاحتياطية للدولة التي احتلت بطرق غير شرعية ابتداء من الدائرة الأولى وحتى العاشرة. فنيون يعملون في تنفيذ المهمة التي لم تنتهي بعد وستنتهي في نهاية هذا الأسبوع، ولكنهم أحرزوا تقدما كبيرا في الدائرة الأولى وحتى السادسة. وبخصوص الدوائر الثلاث، نعمل الآن على نشر عمالنا. بدأنا عملية الإحصاء بطلب من المسؤولين الكبار. الكثير من الناس بدأوا يتكلمون في المدينة بأن الوزارة تريد أن تطردهم من بيوتهم. أقول لهم ببساطة لنكن جديين عندما نتكلم عن البلد الذي نحبه جميعا، وعندما نريد أن يكون هذا البلد محترم كبقية دول العالم، لماذا نقوم بعملية احتلال الساحات ومن ثم نقوم بتبريره؟ نحن هنا لسنا من أجل التكسير، نحن دولة
والدولة يجب أن تحترم. نحن ننفذ فقط، حتى الآن لم نقم بأي عملية، نعمل على تقديم إعطاء النتائج إن كان صحيحا أو خطأ، ومن ثم على المسؤولين وعلى ضوء هذه النتائج اتخاذ القرار. جولة كان قمت فوق الكاميرا انت الاخبار عن التلفزيون النصور، كان مقابلات المدير العام النائب حن الميتيو حامد أبكر، حاجة في ما يخص العجاج الأيامات دي بقت كثيرة مرة وقت في الحلة، نتابع جزء من كلامه في ميكروفون حنا سمية. في التشات ضمنهم جمعنا الخبر ده هي نتيجة لضغط الهوائي بين المناطق الجنوبية والشمالية لدولة تشاد. الضغط الهوائي لمناطق كانت من أساسها هي يعني كانت بحيرة، المنطقة اسمها بوديلي، هي منطقة كانت منطقة هي كان يعني المنطقة دي يعني منطقة تهد شديد في تشاد، وكانت فيها موية والموية دي انتهت، وفي النهاية فضلت باقي فضلات بتاع البحر منهم الغبار الناعم القاعد في المنطقة دي، والمنطقة دي هي مشهورة بالغبار الناعم، ومن يعني من أكثر يعني المناطق يعني بتنتج الغبار في العالم. والخبار دي ما بتقف هنا بس، يعني تمشي دول كثيرة، ويعني حسب العلماء يعني تبقى الخبار ده يعني حتى يمشي أمريكا الجنوبية وينزل في غابات الأمازونية وتتغذى منها الحشرات والحيوانات في هذه المناطق. يعني من الموجبات بتاع الخبار يعني تشهد البلاد، من الإيجابيات هو يعني يخفض درجة الحرارة. أنتوا قبل شوية قبل أيام كان شاهدتوا إنه كان درجة الحرارة ارتفع شوية، وبعد الغبار جاء درجة الحرارة خفّ. هو يعني كمظلة للشمس بين الشمس وبين الأرض، يعني يخفض درجة الحرارة. وبعد ذلك برضو الغبار دي هي تغذي يعني حاجة في اسمها بلانتون في 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 في, في البحار. البلانتون ده يتغذى من الغبار، والبلانتون ده ذاته هو مخزون معروف عالميا لثاني اكسيد الكربون في العالم. دونك هو يساهم في تخفيض ثاني اكسيد الكربون في العالم. وبرضه هي يعني الغبار ده يعني فيها حاجات صغار في الغبار، الغبار الصغار ده يعني تكوين بتاع الامتار علميا ما بيتكون الا بوجود حاجة صغيرة يقول له البوسيير صغير ده حاولوا يتكون يجي يعني في السماء. كل شيء بينجذب يقول له شنو القطرات الصغار قاعدين فوق ده يجي يتجمع حول الغبار، يبقى تقيل وينزل. وده برضو يعني احنا عندنا حسي في بلادنا مثلا كان في سحاب المطر تنزل لانه الغبار هو يساعد في تكوين يعني قطرات المياه. ده واحد. وبرضو كل شيء فيها ايجابيات وسلبيات. من السلبيات بتاع الغبار هو طبعا يعني يدخل في الصحه مثلا، يعني يسبب امراض يعني بتاع عزيمه مثلا او نزله. وبعد ذلك برضه بيسبب اول حاجه الغبار ده يعني ينزل الرؤيه، يعني ما تقدر تشوف بعيد، وده كمان يسبب الحوادث. هو برضه يترسب في ترسبات في قزاز بتاع العربيه او في المرايه بتاع العربيه، وبرضه بيسبب نقول بيساهم في الحوادث. وبرضو يعني الغبار يقع في عيون بتاع المواتر السائقين المواتر والأجلات، وبرضو يسبب مشاكل بتاع حادث. عشان كده احنا نوصي الشعب التشادي انه في هذه الفترة طبعا عندنا يعني الأطفال
هم يعني ده العنصر الضعيف بتاع الانسان يعني هم ضعفاء ما بيقدر بيتحملوا كناس الكبار انه يحموا ما يطلعوا في الكبار. وبعد ذاك برضو في حوادث يعني في حوادث كتير لانه في 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 كبار يعني ما يخلي الناس بيشوفوا كويس عشان كده تبعدوا الاطفال من الشوارع وكده. وفي حاجة مرة خلاص كملت النشرة التاريخية. نشكركم كثير، بشكركم كل الدير المصور، وخليكم كمان تابعوا سينا وباقي برنامج على التلفزيون المصري.